هذه الزيارة تأتي ضمن العلاقات المميزة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية جزر القمر. وقعنا ولله الحمد اليوم على مذكرة تفاهم ستقوم دولة الإمارات بتقديم منحة بقيمة 50 مليون دولار. سيقوم الصندوق بدراسة مشاريع عدة إن شاء الله ستؤثر وبشكل إيجابي على حياة المواطن القمري. معالي الوزير، مرحبا بكم في بلدكم الثاني. لكن كما قلت سابقا، أنتم أصحاب الديار ونحن الضيوف. السلام عليكم ورحمة الله.